انت يا بنت انت واقفه بحلقي في المواعين كده ليه؟ ما تمدي ايدك. تمدي ايدك فين؟ تمدي ايدك فين؟ في المواعين يا اختي. انت وسخه وسخه المواعين دي. وسخه؟ ما انت لازم تمدي ايدك عشان تغسليها قدامي. ايه ده؟ وانا هغسلها ازاي دي؟ حلوه قوي تغسليها ازاي دي يا بنت؟ ليه انت عمرك ما غسلتي مواعين في بيتكم ولا ايه؟ لا عمري. امال مين بقى يا حبيبتي اللي بيغسل لكم المواعين في بيتكم؟ الست امك؟ مامتي؟ لا مامتي ست كبيره مش بتقدر تعمل حاجه، بس انا لما كنت بنزل تحت في المطبخ بتاعنا كنت بلاقي ناس اللي هم شغالين بيغسلوا هم بقى الحاجات دي. ايه الشغالين؟ يعني مش شغاله واحده؟ ليه بقى ان شاء الله؟ عندكم كام شغاله؟ كتير بس انا مش عديتهم. والله ما انا عارفه يا بنت يا ساره ان كنت عبيطه ولا بتستعبطي. لا يا دعاء عادي لما تقولي عليا عبيطه عشان دي شتيمه، والشتيمه بتلف بتلف وبتروح رايحه لصاحبها تاني. زهره قالت لك كده يعني انت قلتي على نفسك عبيطه؟ طب يا سنيوره انا هكسب فيكي ثواب يا اختي واعلمك المواعين بتتغسل ازاي. اقله يعني يوم ما تتجوزي كده في يوم من الايام ان شاء الله تبقي تفتكريني. ما انا هتجوز حسن. طب يا حبيبتي هنجيب الليفه دي كده، نجيب الصابونه دي ونرغيهم كده في بعض معايا، بعدين نجيب الطبق ده كده وندعكوا كده ونشطفوا كده، فهمتي؟ فهمت. طب خدي بقى فرجيني. ماشي. امسكي. هن هن هنمسك ال... دي اسمها سلكة؟ ايوه. ونجيب الصابونة ونرغرغرغ نرغرغ نغيريها كده اهوت كده 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 ونسدي بقى. نسدي وناخد الطبق ده عشان نغسله قوي كده زي ما انت قلتي لي نغسله. ده عملت ده. انا وقعت من بيتي لوحدي. ما عشان انت مش ماسكاها عدل. انا مسكتيها عدل وبعدين اتسلخت من ايدي اتكسرت لوحدها. كسرتوا ايه يا لتي الشكه في ايدك انت وهي؟ مش انا ياما، دي البلوه اللي انت بنيتينا بيها. انا كنت وقعت يا اختي كانت ناقصاكي. عارفه تكسري طبق تاني هكسر دماغك وراها. سامعه ولا لا؟ يلا يا اختي شهلي اهو طبق راح على الصبح كانت كل عرق. يلا ما بتزعلانه على الطبق اللي اتزنحلق من ايدي؟ زعلانه على الطبق؟ ما انت مش عارفه الطبق ده بكام؟ ده بجنيه ونص. عارفه يعني ايه يا بنت جنيه ونص؟ عارفه يعني جنيه ونص. طب بصي بقى انت اغسلي الطبق عشان هو بجنيه ونص عشان ما يتكسرش تاني ومامتك تكسر رقبتيني. نعم يا اختي اغسل انا الاطباق، تكونيش فاكراني شغاله من شغالينك يا بت ولا ايه؟ يلا يا بت شهالي شهالي عشان لسه هتمسحي المطبخ يا اختي. يلا. تعمل نفسك بتساعدني، اذا كنت عايز تشد قوم هات لك باكو معسل. يما اسمعيني بس. سامعاكي يا عين امك. نعم. خلي البت دي تروح لحال سبيلها، ربنا يكفينا شرها. بقول لك ايه؟ اطلعي بقى من نفخي مالكيش دعوه. يا ستي دي ما بتفهمش حاجه في شغل البيت، يعني مش هتستنفعي منها ببصله، ده انا لسه بعلمها ازاي تمسح وتغسل وتغسل المواعين. هعلمها انا، اطلعي بس انت منها. ما تطلعي بقى، صدقي نعيمه البت ساره دي عامله لنا حس في البيت. حس في البيت؟ البت دي شكلها بنت ناس، دي بتقولك عندها شغالين، يعني مش شغاله ولا اتنين. اسمعي الكلام يا نعيمه، البت دي وجودها هنا خطر. ايوه، ومادام بنت ناس يبقى اهلها مش هيسكتوا وهيقلبوا عليها الدنيا، ومش بعيد دلوقتي يكونوا مبلغين الحكومه. انت ما شفتيش الهدوم اللي في شنطتها غاليه ازاي؟ ما يمكن يا اختي تكون سرقاهم. يا وليه ما تنشفيش دماغك، ده حتى لغوتها بتقول انها بنت ناس. ده امبارح فضلت مبحلقه باكل معسل فاكراه شوكولاته بالعسل. والله هي اللي عسل يا نعيمه، عسل وز. ما تتلمي يا واد بقى. خلاص اتلميت. انا عايزه افهم انتوا خايفين من ايه؟ واحده وجت لحد عندنا لا نعرف هي مين ولا رايحه فين ولا جايه منين، وقاعده معانا بلقمتها، ولما يبقى حد يسال عليها هنقول له خدوا بنتكم وابكم يا حبايبي على الحلاوه. ولما البيت ظابط يسالك لما عرفت انها تايهه ما سلمتهاش للبوليس ليه؟ القانون كده.
هنقول له يا سعادة الضابط احنا جهلة يا بيه، ما نعرفش حاجة في القوانين، والبنت دي كنا حاطينها جوه عينينا. انا مش فاهمة انت متمسكة بيها على ايه؟ البنت غلبانة يا بنتي، انا لميتها من الشوارع، عايشتها تحت سقف وغطا، فرشة ولقمة. يا ملجأ، تصدقي نعيمة، انت المفروض يحطولك ميدالية كبيرة على صدرك كده. واد انت امشي يا واد انت، روح على برشتك، قاعد ليه؟ يلا. اصل القعدة في البيت حلاوة قهوة يا نعيمة، البيت بقى فيه لا مؤاخذة حسب الله ولاد ناس. كلنا وغاد تسعة، يالا قوم روح غور على ورشتك. يلا خلاص خلاص، غورنا يلا غورنا، اقعدوا بالعافية. انا نصحتك وانت حرة. طبعا يا اختي، ما انت حاطة ايدك في المياه باردة، هتروحي بيت جوزك وهتسيبيني انا موحولة هنا، البنت قاعدة بلقمتها لحد ما نشوف لها صاحب. وما ظهر لها الصاحب يا نعيمة. اي قاعدة متلقاها دي هبله وما بتعرفش تعمل حاجه. اعلمها وانه فيها ثواب يا نعيم. احنا بقول لكم ايه، مش عايزه حد يجيب لي سيره الموضوع ده تاني، سامعين ولا لا؟ ما كفايه عليا القهوه يا اخويا وجع دماغك. يلا ماما اتفضلي بقى حضرتك، وانا لما اخلص حاجه اطمنك في المستشفى بنفسي. لا طبعا مش ممكن ابدا اسيبك كده، لازم اطمن عليك. يلا اتفضل. انا بكرر نصيحتك يا دكتور حسن، حضرتك تسمع السؤال وتسيبنا انا اللي جاي. مش لما نعرف الاول هم عايزيننا في ايه يا متر؟ انا متاكده ان له صله باختفاء ساره. الوضع خطير يا دكتور حسن، ببساطه ممكن تلاقي نفسك متورط لو جاوبت اجابه كده ولا كده. والله يا ماما ما كانش في داعي تتعب الاستاذ معانا، اذا كان رئيس النيابه عايزني بخصوص ساره يبقى اكيد هيسالنا عن حالتها وخلاص. الاستاذ عناني مش غريب، ده محامي المستشفى بتاعتي. ده شغل يا دكتور حسن. على اي حال انا ناوي اتهم اخوات ساره بالاهمال، لان هما السبب اللي خلى ساره تهرب. انت ليه بس عايز تجيب لنفسك مشاكل؟ بنتهم وتاهت، احنا ذنبنا ايه؟ الله، انا ما انصحش بكده يا دكتور حسن، انت كده هتدخل نفسك في متاهه. شفت بقى يا حسن، كان عندي حق لما جبت الاستاذ هنان معايا يحضر معاك. يا دكتور حسن، يا دكتور حسن، القانون بحر واسع، اي تصرف غلط ممكن يترتب عليه نتائج لا يحمد عقباها، ده اللي احنا مش عاوزينه، ممكن يبقى الموضوع ابسط من كده. بدل ما نكثف جهودنا في اننا ندور على ساره، مضيعين وقتنا في التحقيقات والنيابه. من فضلك يا حسن، سيب الاستاذ عنان هو اللي يتصرف، وانت خلص نفسك نهائي من موضوع ساره. يلا. صباح الخير يا فندم، دكتور حسن فوزي. عناني رضوان المحامي، حاضر مع الدكتور حسن فوزي. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اثبت حضور الاستاذ عناني مع الدكتور. حضرتك أول مرة تسأل أمام النيابة يا دكتور. بالظبط، حضرتك عرفت منين؟ يعني بتتلفت حواليك باستمرار ومركز مع كل حركة. سعادتك موكلي أول مرة. اصبر يا أستاذ، أنت جاي حامي كده ليه؟ افتح المحضر الأول وبعدين قول اللي أنت عايزه. أيوه يا دكتور، جاهز؟ تحت أمرك يا فندم. فتح المحضر في ساعته وتاريخه، حيث حضر إلى سراي النيابة الدكتور حسن فوزي بناءً على أمر الاستدعاء الذي أصدرناه، ومعه الأستاذ اللي بكتب بيانات الأستاذ. اسمك وسنك وعملك. حسن فوزي، 30 سنة، طبيب أمراض نفسية وعصبية في مستشفى الدكتور عز الدين. دكتور حسن، في مذكرة مقدمة للنيابة من السيد خالد صبري بيتهمك فيها بمساعدة شقيقته سارة صبري التي كنت تتولى علاجها على الهرب وإخفاء معلومات عن مكان وجودها. إيه أقوالك؟ سيادتك، سعاده الريس ده بلاه كايدي، والمقصود منه التشهير بسمعه موكلي، وانا بطلب من سعادتك. دقيقه واحده يا استاذ عناني. سيادتك، انا ايه مصلحتي اساعد مريضه على انها تهرب من بيت اهلها؟